كاتريام ماتش هذا ادوميسيل ان شاء الله هو اللي نجيبوا بلي 3 بوان تكون ديك ليك تاعنا ان شاء الله ما يخفاش عليك ليكيب جديده نطلبوا سماع من الجمهور على بالنا بلي مزعفين شويه وما نجيبش نعرف اكزاكتلي واش خاص ولكن زعما حنا خصنا نتحروا بهدف ولا ما تنجمش تقول ما مشاش دروك هذا هو الفوتبول دي فوا تمشي دي فوا ما تمشيش دروك حنا ما على بالناش حنا دروك رانا نخدموا ورانا ندو لي كونسير رانا نخدموا بهم وان شاء الله كما يقول لك احنا ماذا بينا ان شاء الله الماتش الجاي ان شاء الله باش نحققوا نتيجه باش نفرحوا الجمهور تاعنا ان شاء الله. نقطه في استادنا والله مخيبه للامال وكنا حابين نربحوا هذا ربي مكتب هذا واش كتب ربي دوكا نراطرابيو في لي زونترينمون ان شاء الله باش جاي لي ماتش واحد اخرين نخموا فيهم ان شاء الله باش نعاودوا نولوا الجاهزيه والفورمه تاعنا ان شاء الله. بارك الله فيهم ربي يحفظهم ان شاء الله ان شاء الله يزيدوا يدعمونا وين خيبنا الامل تاعهم شويه اليوم ان شاء الله يزيدوا يدعمونا ان شاء الله ما يفقدوش الثقه فينا باش مازال باركور طويل ان شاء الله. انا شو الفريق كاع قدم مقابله جميله باسكو ماهوش سعيد اني واحد راه ليكيب كومبلي في 11 نلعبوا الريزلت تهضر على كل شيء ما كانش على بالي باللي راه جايبوا قراه مي ان شاء الله فيها خير هذا ما كان. السلام عليكم يعني النتيجه التعادل داخل الديار ما ترديناش ولو انه نقول بانه نتيجه منطقيه بالنظر الى مجريات المقابله ولا فريق اليوم حب يزيد يخسر مقابله اخرى يعني كل الخطوره كانت عن طريق الكره الثابته سواء من طرف المولوديه ولا من طرف تاعنا ونقول الحمد لله يعني كنا قادرين نفوزوا بثلاث نقاط كما كنا قادرين نخسروا بثلاث نقاط في نهايه المقابله كان اللعب مفتوح نوعا ما دائما يعني الخطوره عن طريق الكره الثابته الحمد لله ان شاء الله نعوضوا في المقابلات القادمه ان شاء الله اليوم كان عندنا يعني بعض الخلل في التنشيط الهجومي ان شاء الله يعني نعملوا عليه باش نصحوه اليوم انه ما تلقيناش اهداف في المقابلات الجايه ان شاء الله نتمنوا ما نتلقاوش اهداف ونسجلوا اضافه يعني التنشيط الهجومي تاعنا نحسنوه احنا يعني الهدف تاعنا الاساسي باش ما نكذبوش على الجمهور تاعنا هو ضمان البقاء يعني باريحيه ما نقدروش نلعبوا يعني شيء اخر ما عدا ضمان البقاء بنظر التعداد اللي عندنا بنظر المستوى لو كاين نقدروا يعني نحقوه نطلب من الجمهور يعني يبقى يساندنا ما يتبعش الاشاعات يبقى يساندنا لاخر دقيقه لانه الفريق تاعهم حنا نوعدوه بحاجه فقط يعني نوعدوه باللي يعني داخل المقابله ولا في التدريبات نمدوا افو يعني نعملوا الماكسيموم تاعنا ان شاء الله باش نفرحوهم ونخليه فرحان بنا.